بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا منه وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام باب المرأة ترى ما يرى الرجل هذا كان باب المرأة هوانتي أيو أبابي هاي هوانتا سو ترى في منامها هرددي ذكو أركيس ما يرى الرجل ننكي وحو أركيه arkaysa fi manaamaha hordadida ku arkaysa iyadoo zawjkeedii la muamileysa hadii marka wax ka yimaadaan qabays ma laga rabaa masa laga ma rabo taa ayuu u baabihay وبسند المتقدم إلى أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ قال حدثنا عن بسط بن خالد بن يزيد القرشي صدوق قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب بن محمد بن شهاب بن مسلم الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثقة متفق على جلالته وإتقانه قال قال عروة بن الزبير وحوري من ثقات التابعين ابن شهاب ومن صغار التابعين عروة بن الزبير با وحوري عن عائشة وحوكشة أن أم سليم الأنصارية قبل إلى أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك النواية أنس هو يدي سواية قالت قبل أم سليم إني تري يا رسول الله إن الله إلهي لا يستحي أي لا يمنع ولا يترك لا يمنع إلهي من منعيه من الحق من ذكر الحق حق شي قديس إلهي من منعيه أرأيت بل كورا أما إلهي كما تقو حق إنو شيغئ لا يترك من ذكر الحق أرأيت المرأة هاوينتي بل رسولك إلهي يو كورا إذا رأت في النوم هردد هديكو أركت ما يرى الرجل ننكو حو أرك يو أو مركي براركتنا إيكا كعدنا أي مني أركتو بل كور رسولك إلهي يو أتقتسلو قبرداسي ما قبيسا نيسا ستسين ننكيو كلا أم لا مسا قبيسا ميسو marka inna allaha la yastahiyya waxaan ku macneeyayna istihyaha waxa ka laazimayo wa tarki amma manci waaye maxay la imataan xishoodka waxa imataan istihyuhu waxa weeyaan ama xayuhu waxa weeyaan wa taghayrun wa inkisarun waaye wa hada nawa mustahilun fi haqqi allahi ta'ala idan marka qofka xishooda wuxuu ka xishooda waa ka taga waayahay waxaan marka ku ximbaareyna وحا كان لازم يا حشودك وحا كان لازم يا وحاويا وكتجد مرك إلهي كما تغو أما من منعي إلهي من منعي من ذكر الحق سيدا مرك أم السليم نبيك أي ويديسي يترى قبر له هدي أركت هردده كو أركت إذا زوجك إذا لا معامل إيسا مرك كعدنا أي ويانكي من إذي أركت ما قبيسان إيسا قالت عائشة وحيتري قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل حقبيستو إذن حقبيستو نقبداس نبي صلى الله عليه وسلم مربا دي متى نبيه أركتو حقبيستو نبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الماء به يديه شو لولجد من ذي هديه شو قالت عائشة با مركا وحي كتيرو ما شفر لسي مركا أم السلام سيدا نبي قوي ديسا نبي قونا وجواب وقوي سيدا ديبا من ذي أركتو قبيس كبا لغربا وقبيس باكو واجبايا قالت عائشة وحيتر فأقبلت عليها على أم سليم بن كجيس تبيتر فقلت مركاسان وحانك أريبتر أفن لك قرن باكوسو ناد أفن لك وما تغنهي وكلمة تستعمل في الاحتقار والاستغذار والإنكار لكن المراد هنا الإنكار والديدم ساسي مركا ولجيدا وحانك أريبتر أفن لك وهل ترى المرأة وهل ترى ذلك أرنك أشيغيسد المرأة هوين تيميا أركتا ما هوين با أركتا ما تغانا هي أرنك أشيغيسد عائشة مركوي إنكريسا أم السلام من السيدوك لواي أم السلام أي هو ذكو إيكو ذكو إنكو ذكو إيكو ذكو إنكرين أرنتا إني قبلها كدع ذو إحتلاما سببتنا علماء ذي وحيلين وحاويان وحاير قبلها إحتلامك وذا في الليل رقا ويؤقب ويؤيريهين way uga yar yihiin ragga qaar raftigiisa ragaan ixtilaami baa ku jira oo habeenkii aan dhala laabina ku jira laakiin dumarka usii mataanay arintan ay aad ugu sii yartahay raggay ku badan tahay marka maadaama dad fara badan aysan arkin bay caaisha wixii tiri maxaas u leedahay ma haween baa waxa aragta fa aqbala alayya marka caaisha wixii tiri rasuulullaahi baa igu soo jeestay sallallahu alayhi wa sallam fa qala markaas uu nabiga suban wuxuu yiri taribat yamiinuka midigtaadu waqay faqrisa
saas loo mataanahay carabtu ku idlaaqda laakiin carabtu kelimadan waxay iska idlaaqaan ayagoon macnaheeda asliga u jeedin marka taribat yamiinuka ya caaishatu wamin ayna xaggee baa yakuunu shabahu ekaashuhu ka ahaadaa xaggee baa waladku hooyadiis uga ekaada haddaan mani jirin deesan gabdhuhu mani lahayn saa ma taqaanahay waladku hooyadiis ma taqaanahay uu ugu ekaadaa ilay waladka waxaa laga abuuraa min maai rajuli iyo wa maai lmar'a laga abuuraa marka haddiiba mata biyaheeda wax laga abuuro inay biyihii soo baxaanna waa mumkin qaala marka abuu daawuuda wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala waxaa iskhilaafaya ardada ibnu shihaab baa khilaaf dhex yaallaa hadda waxaan aragnaa soo ma yuunus waxaana la isku khilaafsan yahay qisadan iyo inkaarkan labada qof uu dhex maray macaaisha iyo ummu sulayma mase waa ummu salama min zawjaati nabi kamida sala allahu calayhi wasalama iyo ummu sulaymiya baa laysku khilaafsan yahay arintaasoo marka dabagelaya marka musanifku waxaad mataane warku dhex maray oo goobta joogay macaaisha iyo ummu sulaymba ummu sulaym waaba joogtay mar walbe mase waa ummu salam iyo ummu sulaym labadaasoo laysku khilaafsan yahay qaala marka abu daawuud wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wakadaa ay kamaa rawaa yuunus bnu yaziid can ibni shihaabin can curwata can caaishata wuxuu ku wariyey biannahaa qisatu caaisha maca ummu sulaym saasuu ku wariyey yuunus mahano kadalika sidaasoo kale kamaa rawaa yuunusun baa rawaa azubaydiyuna ku wariyey zubaydina waa ardadii ibni shihaabu muxamed ibn lwaliid mataqaanay azubaydi asaasuu ku wariyey oo xadiidka min musnadi wuxuu ka dhigay caaisha ayuu ka dhigay sheekada caaisha ayaa wada sida marka yuunus uga dhigay mataqaanay uu yidhi uga dhiga curwa can caaisha maca ummu sulaymin qisadu inay dhacday sidaasoo kale ayaa ninka la yidhaha mataqaanay azubaydi asna uu yeelay riwaayadda mataqaana azubaydina waxaa wasliyey waa mucallaqa maanta imaamu nasaa'i abu cawaana baa waxay ku wasliyeen min dariiqi muxamed ibni xarbin can azubaydi can azuhriyi ninkaa marka wuxuu raacay inuu ka dhigay qisadu inay dhex dhacday caaisha iyo ummu sulaym wacuqaylun cuqayl ibni khaalid ibni mataani caqiilin isaguna sidoo kale waaye isaguna sidii mataan yuunus ku wariyey bow isaguna ku wariyey wa riwaayatu cuqaylin mawsuulatu cinda muslimin walbayhaqiyi waaddaarami can illayth ibni sacdin can caqiilin kadibna can azuhriyi wa yuunus isna sidoo kale waaye waa yuunus ibni yaziid alayliyi yuunus ibni yaziid alayli halkan in lagu sheegaahi waa takraar baan leenahay ama waa tasxiifun min bacdi nusaakhi ilay haddaan soo marnay yuunus ibni yaziid alayli can ibni shahaabin maahano mar kale in la yidhaha yuunus ibni yaziid can ibni shahaabin alayli ama waa takraar ama mataqaanahay tasxiif waaye ka iska badaa marka horaan soo marnay waayadiisa wabnu akhi zuhriyi ibnu akhi zuhriyi isaguna sidoo kale u wariyey ibnu akhi zuhriyi isna wuxuu ka warinayaa cani zuhriyi buu ka warinayaa waxauna ku wariyey xadiidka sida yuunus iyo cuqayl iyo zubayda ay ku wariyeen oo kale ku wariyeen waayahay kulluhum marka dharaggaas oo dhan cani zuhriyi bay ka wada wariyeen marka mucallaqaadkan saddexda ah musanifku wuxuu ku ayidayaa oo ku xoojinayaa wuxuu ku xoojinayaa riwaayatu zuhriyi ayuu ku xoojinayaa riwaayatu yuunus cani zuhriyi buu ku xoojinayaa waxaana khilaafi doona zuhri baa hishaam khilaafi doonaa hishaam can curwa ayaa waxuu khilaafi doonaa zuhri can curwa maanta haynaa mahano zuhri can curwa riwaayaadkiisaasuu musanif ku xoojiyey zuhri marka waxaa xadiidka curwa kala qaaday hishaam oo wiilka curwa ah ninkaasaa marka khilaafi doona waayahay wa rawaa sidoo kale ibnu abilwasiir ibraahim ibnu cumar ibni mudarifin ayaa isaguna xadiidka wariye oo can maalik ibni anasin imaami daari lhijra ka wariyey maalikna hadda ardadii zuhriyo la yaqiino waaye isaguna cani zuhriyi buu ka wariyey maxuuna maalik zuhri ka wariyey mithla riwaayati yuunus oo ah fii kowni riwaayati can curwata can caaishata oo xadiidka wuxuu ka yeelaa min musnadi caaisha ayuu ka yeela isaguna idan marka yuunus zubaydi cuqayl ibni akhi zuhriyi iyo maalik shantuba waxay ka qaadeen zuhri qisadana waxay ka dhigan inay caaisha ee dhex martay ummu sulaym wa waafaqa zuhriya kor u bax marka shaykha zuhri ah ayaa haddana arrinkan lagu waafaqay wa waafaqa zuhriya waa mafcuulkii lasoo hormariya musaaficun alxajabiyuna waa faacilkii
ayaa mataqaanahay mataqaanahay ayaa zuhri waafaqay musaafic alxajabi baa asna zuhri waafaqay musaafic ibni cabdillaahi baa ninka la yiraha ibni shaybata waana nin thiqaaho min awsadi taabiciina ka mid ah wuxuu waafaqay zuhri oo marka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa isagana wuxuu ka wariyay musaafic can curwata can caaishata idan marka zuhri ardadiisana way iswaafaqda waan aragnay zuhri nafsadiisana sida uu curwo xadiidka uga wariyo uga dhiga can caaisha musaafic baa asagana ku raacay marka qaala marka musaaficun wuxuu yidhi can curwata can caaishata ayuu yidhi haadihi aljumlatu waa bayaanun lilmuwaafaqa meeshuu ka waafaqay wa can curwata can caaishata ee can curwata can ummi salamata mausan dhihin wa intaa marka musanifku wuxuu uga soo baxayaa riwaayatu zuhriyi oo marna zuhri lala wariyey ardadii zuhrina isku waafaqday xadiidkana ay ka dhigeen qisadu inay dhex marta caaisha iyo ummu sulaym raggii khilaafsanaa marka waa kanaha وأمّا هشام بن عروة وأمّا هشام بن عروة فقال هشام أسقو حوري عن عروة أيويري ابن الزبير من ثقات التابعين عن زينب بنت أبي سلمة وصحابية جليلة وربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أوه يديد أحيي كوري سيو حين كشكتي أن أم سليم جاءت إلى رسول الله إن أتمت صلى الله عليه وسلم حديث كي مركا دركي زي مركا أو تمستر مركا شكتي يوأ إن متانا أم سلمة الرسول كإلهي إلهي ما تغناهي حق إنه الشيخ إلهي الشيخ كما تجأه كبرده هدي في النوم كأرته ما يرى الرجل أتى متى أتغسل أم الأم أتغتسل أم لا رواية ولا مركب عروة عائشة كوريناي هذا ما توحنا إن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة حديث من مسند أم سلمة كده أن أم سلمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية هشام هذه أو موقوفة عن أهنا بخاري مسلم بالله بدا بسوا ساري بخاري مسلم أيا الله بدا بسوا ساري مركيا راجح نقنيه حديث كي هرن سو مرننا مسلم با سو ساري او كدغى عن عروه عن عائشه او مصنف كو انت ارغتي او ايدينا مسلم با اسنا سو ساري مركا مصنف كا سدا كموقتاهي اسغو وحو رجحيا روايه الزهري ترجيحي سنه وحان كا اركينا انت متابعات او يونس او كيناي iy zuhri oo haddana mutaabac u keenay waru musaafic baa mutaabiciyey arrintaas waxayna tusinaysaa musanifka inuu rajaxayo riwaayatu zuhri oo ka dhigaysa can curwata can caaishata ka dhigaysa taasu marka isagoo rajaxaya musaaficna waaba mataan waa keenyay zuhrina raggiisa ardadiisa dhan wuu keenay isagoo mutaabicinayo ama qaadi ciyaad isaga waxaa laga soo guuriyay inuu yidhaahdo inuu yiri محو كسو قوريه فنقل عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة وركا قاضي عياد نوحو كينا يترجيح رواية هشام بن عروة على رواية الزهري ونسيد كموقتا ظاهر كصنيع أما فعل كإمام البخاري نساسا كموقتا أما إمام النووي رحمه الله تعالى أسقو حوليه وحوري في شرح مسلم وحكيري يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم مشي ودجوجين بالله كراه ولي أي حافظ كن وحولي وهذا الجمع جمع حسن واي أدام حديثك في صحيح متن في الصحيح أكيا الله سيدا صوك الله وحق بإمام ذهلي رحمه الله تعالى وحولي الله بدر رواية وصحيح رقا مركا وحيكو حمباريان caaisha iyo ummu sulaym labadaba caaisha iyo ummu salama labadaba inuu inkaarku ka dhacay li ummu sulaymin ay arintan ku diideen saasana raajixa xadiidka labadiisa durqba waa saxiix wa marra mutafaqun alayhi wa marra muslim ba soo saaray baabu miqdaari almaa'i bihi mataqanahay qadarkooda iyo u baab yahay alladii maa asoo yujzi'u fil qusli يجزي كافنا أو قدية في الغسل قبيس كافنا أما يجزي به بالماء الغسل أو متغناه أو متغناه أو كقدمي يجزي به بالماء الغسل أو كقدمي بيها لغو قبيسانا لغو قبيسانا قدر كودوا انت شرعي ما قدري إن الآن لغا بذكرين أما أن لغا يرين كمجرتا باب مقدار الماء به قدر كود يو باب يا الذي ما اسو يجزي به بالماء بالغسل قبيسك او كغدم يمتك واجب كهيوا وبه اليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي ثقة عابد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي سوبني وحوها يغتسل من إناء ويل إنو كقبي سنيو من ماء في إناء بلولجي من ماء وفي إناء كسكم بكو قمتك قبي سنيي هو إنها سنة الفرق ويل كفرق اللي ده دواي من الجنابة بسبب الجنابة أيو وقبي سنيي أما من الجنابة وبك قبي سنيي يبو نبو نبي مركو قبي سنيو ويل كفرق اللي ده biya ku jira ayuu nabiga subhana ku qabaysan jiray faraquna wa saddex suus suuskina wa dawashan khadal iyo thuluth saman wa 16 khadal baa noqonaya 16 khadal ayuu nabigu ku weesaysanayay xilligan casriga marka la fiiriyana wa 6 liter ila 9 liter meelaha u dhaxaysa wa أيوة النبي كو قبي سنية تام معنه يدون ما أهن ويلكاس أو بوحو نبي كو قبي سنية وركو ما أهن لكن ويلكاس بيا كجر نبي كو قبي سنية ويلكو إنو بوح مركا ماشا لغا قادان ما يمحايا لأحاديث كلا روايات كلا نو إمان دون تون نبي قولي هاي عائشة إلا دهي آنيغا إيا نبيغا بابا فرق النفسد دي سبيا كجر كوي سيسجرني حتى مركا فرقو هدو بوحا هده وحانو قونا يساقفك بإنو إنو سدح سوس يمطانا إنو مثل لح رضل بس سدد رضى الغف كبر كده وكوكا بيستين وغنى يسوي رواية العائشة وحيل النبي وحب كوكا بيسجر السوس وعشان رضى لي ثلث وكوكا بيسني مركا ويل كواب وحي ما أهنينة ويل كفرق بيا كجر أي نبي وكويسي سنجر صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحور رحمه الله تعالى قال معمر بن راشد نبي عروة اليماني وحويري راويا عن الزهري طريقي هرنا مالك بزهري كبرنا يقول قال معمر وحوري في رواية متانة عن الزهري راويا عن الزهري في هذا الحديث وحديث مالك وحكيري قالت عائشة وحيتر كنت وحانها أغتسل أنا يا والرسول الله لبدا إنبا إن قبيسنا صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هل ولبانك قبيسنيني فيه ما آسنا قدر الفرق ويلك فرق الليرا قدر كيسو كلا أيا كجري بيها فرق قادو بي الله مدى أيا ويلك كجري marka farqi ba nabiga iyo aisha marka dhaxayow waana saddex suusan soo sheegna farq oo qaad marka weel lamida ayaa nabigu ka weesaysanaya ayuu leeyahay musannifku marka ay leedahay aisha radiyallahu ta'ala anha musannifku marka waydan mu'allaqa ah horta waxa wasliy ahmad iyo nasa'i bayhaqi ibn abd albar wuxuu u keenaya khilaafka ka dhex jira bayna malikin iyo wa bayna ma'marin wa labadid arday oo matan imaam malik hadanina wuxuu wara nabigu متى رواية مالك وحيد نبي إنه كقبي السنة يكليجيس إنه فرق هو كقبيستي وفرق عين تي سنة رواية معمر إنه حوين عائشة إن لذا أنيق إيا النبيجة أيا وحن كقبي السنة نويل لم إذا قدر الفرق يا فرق أنا هين وحول مركم ماشي كم جيران مركم رواية النصاص وحصوص وحوسلين إن كل رجاء أنصوص شيء أحمد النسائي بياقي قال أبو داود وحوري لا بد أسوسي كلا رجح يدود في رمات المعلقات كو استعمالي قال أبو داود وحوري وروى ابن عيينة وحوري نحو حديث مالك بوري رواية ابن عيينة نوحى وسلي إمام مسلم باسو صاري حديث كنا سيدي سوى متفق عليه لكن رواية كم حوك كلا تنحو كسي حجنيا إمام مالك وكسي حجنيا قال أبو داود وحوري رحمه الله تعالى مركا ويسب ويسبيها لغو قبيستاهي شرعي قدر غار وما سمينن اول ليه لغا مبادين كرو وضو انا وان كسو مرني وليبا وا اجماع تحديد يا تقدير شرعي وما سمينن مفك مر وخا لغا يابا انو سوسكو قبيستو نبيغا وا دحداي انو كبدي وا دحداي مر ولبا وخا لا فيرينيا القدر المجزئ من الغسل وخا لغا فيرينيا ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر ان جري بديه تقفك جسدكيس ودا غاران وقف قبيست أو نغضو بالغ اعتبارنا بيها سأسكاسينا سواء كان ساعا أو أقل أو أكثر كلي وحال ديدي إني كان نسقامان قدر لديه كروقف كاني ما قبيستا إني كان نسقامان والا ديدي إنو زياد يحد الإسراف قارسين والا ديدي لكن قدر معين لليه انت قف كما بدي كرا مجرت كما نعير كرا مجرت وحاسم مستحب نبي قلنا أبدنا عليه الصلاة والسلام ساع كير قف كنا نسمكوا ويسسن وشان رضى الإيه ثلث عن رهي نسمكوا قبي سنة بن أولى جيداهن شان رضى الإيه ثلث وحكير إنه نسمكوا بطان قفكوا أو نسمكوا قبي سنة وحكير كوا قبي سنة نسمنا تقريبا لبل يتري بروة لا سوك عدنته
قال أبو داود وحوري رحمه الله تعالى سمعت أحمد بن حنبل بن مغلى يقول حاله ليها الفرق 16 رضلا واي ولحية بن رضل وانا السداء اللي هدان أنا فرقي وسد حسوس هل كسوسنا وشن رضل إيا ثلث أن دهني وحي إيمانيسا لحية بن رضل هذا سيكون نقنيسا وسمعت النبي بن مغلى عفوا له أبو داود وحوري ليه وسمعت أحمد بن مغلى يقول حاله ليه ساع ابن أبي ذئب خمسة أرضال إيا وثلث واي وساع مشهور كؤها في المدينة المنورة أهل الحجاز أي قاتين إساقانا ما تغانيه ومدو ما تغاني وساع النبي عليه الصلاة والسلام ساع لما ثلو واي مركا وحور السوس كنا وحاوين وسوسك ابن أبي ذئب بن شن رضل يثلث وها وسوسك مشهور كؤها في المدينة المنورة إذا مركا دان لهنا وسدح ما تغاني سدح ساع دان لهنا ساعنا ويا متغنى وشن رضل يثلث لحي تمر هذا الكامر كإيمانية قال أبو داود وحوري لأحمد دو حوكير أبو داود فمن روحي قال يري الساعة ثمانية أرضال وايه كور نور طفق قارا وحي قبان ساعة ثمانية أرضال حدا نحن يقول أن الساعة وخمسة أرضال وثلث نصمهن رق قباب الكور نور هيركو فاسد أسغبه قال مرك أحمد وحوري رحمه الله تعالى ليس ذلك أي تقدير الصاع بثمانية أرطال إن لغ قدراه ليس ذلك أرنكاس بمحفوظ ومنقول عن السلف ما أهن بوري سلف كلاك ما حفظين بوري إلا إرادو ما تغانا هاي صاع وسدات رضل كي سلف كلاك حفظي ما تغانا وامدك ابن أبي ذي بن شن رضل إيا ثلثك أهواي قال وحور أحمد ليس ذلك تقدير صاعي بثمانية أرضال بمحفوظ عن السلف ما أهن قال أبو داود وحور وسمعت أحمد المغلو يقول ودهايا من أعضى قفك بحية في صدقة الفدر زكاة الفدر قفك برد لنا كبحية هذا يكنا خمسة أرضال وثلثا قفك بحية فقد أوفى قفك سوى تاميالي ونقتيما عليه أوفى أتم وأكمل وتاميالي قفك رضل كان أو ابن أبي ذئب كبحية ما تغاني السوس كي لغرب كبحية هي أنه ساعة ابن أبي ذئب كبحية وشن رضل إيه ثلث أه وشن رضل إيه ثلث بحية قفكاسي فقد أوفى ما تغاني أي ما تغاني وطامي علي وأنا كملي أما وحالة ذكرة فقد أوفى أي أدى وأتى بما عليه بولي مد وافيا كاملا وحين لقولها أساقو رميسترا بوقفك بحية قفك شن رضل إيه ثلث بحية سوسكي وبحيي قيل لأحمد وحال لقيري الصيحاني ثقيل واي في الوزن تمرت الصيحاني قال لي هذا حق وزنك واي كبضانتا هاي بلتا أيدك ورنبا ليري فإن يوزن هدي لوزني بخمسة أرضال إيه وثلث يقل مقداره ولثقله عند الرأي ولا يملأ به هدي شنط الرضل إيه ثلثك أما أفرت الساع أبياء وحن نقن كرة ميزان كودة وتمرت الصيحانك الهدي لكينو إلا شنط أفرت الساع ميزانك بيه وحو النقضي أيان ميزان لميدها محنك سوقاتينا متغانا هاي الصيحان تمرت اللي راهدو أي ميزان مروح كو علوستاه حدي مركا سوس كي لغو بيغا مركا صيحان كي وايراني وويلكي مبوحي كرتو ميزان كيدا بدن كورما لير مركا قال وحوري أزمة غانه قيل لأحمد وحال يري الصيحان ثقيل واي واسم التمر الجيد قال مركا سو أحمد وحوري الصيحان واستفهام مركا أميشا قيل إنه صيحانك أجود ميا من غيره متكوناكسا ومن أنواع التمر كمذا مكوناكسيا قال مركا سو وحوري السائل كي لا أدري ما أوغي مركا تمرت صيحانك وميزان بدنتا شن رضل أما أفرسوس بيه ميزان كودو انت لغو ميزان من نقضة إيه لغوش متعنا ميزان كودو أو نقضة بيها سديت ميزان كودو تمر اللا كانو إيه تمرتا سوس كي لغو شبي ماغو سوس كي واسو هريا إلا إيدا علوس سوس كي متقا ناي فارغو ونقونا يا مركا وحور صيحانكو ميو كواناك سيها تمرتا انت إذا كالي سائل كي مركا وحور لا أدري سيدا والا بيه كران وحكى له كرا إنه يري أحمد الصيحان والصيحان كاستفهام كمان كدينه
أطيب أي أجود من أن من غيره من أنواع التمر واي. قال أحمد وحور لا أدري لكن لا أدري مؤجي سوس كاس ما تغنى هيك أيدو كم ميزان بدن إن ميزان كده وحلو بحين كرو أنا وتم مؤجي ستاين لي رادنا ومحتمل ما تغنى احتمالات فربضنا شرحت ويدي جيان شرحت ويدي مركب وركان ورق إسك الزيادة واي حديث سان صمرنا ومتفق عليه وحدثك ومتفق عليه وركان لكن دمب وورسك زيادة هم تغانه أبو داود يشيخي صدح مرواي قال أحمد وحوري لكن لا أدري أنه مقارن أيو لا أدري مقارن أيو إن متغانه صيحانك ميزان كيسي وحلو بحين كري إن لغو إن لغو بحين كران أو مقارن أيو ساسونا والي هذا أما استفهام كريق الله بدبا باب في الغسل في كيفية الغسل قبيسك كيفية ديسا يو باب يهي من الجنابة لغا قبيستو بيها الله قوى سنايو يعني غير مقدريه وانوغاني وحي قف فرقيسا قال غاري كرؤون إسراف قسمين أمباشر دي أهوى سيديب الله قوى سنايا وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حافظ قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرات من تنابو إسحاق بكورين إياه أقو قال الزهير وحوري حدثنا أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر ومتغنى ثقة مكثر عابد من التابعين لكن زهير في روايته عن أبي إسحاق في الصحيحين علمته حين ليهن مسلم إيا بخاري لبقف ومتغنى وحكى لوريسي إيا لغشيغ ورلغشيغ حدي أيه وحكى وريان والحال محمول وحان لنا وحال وحين باري على سبيل الانتقاء ويهو بيان قفكان يقفكان كلينا وحكا دغيستي marka maanta xadiithkan wa mutafaqun alayhi abi ishaq haba kawri ninka leeyda matan ee zuhra haba kawri ana abi ishaq waxaan leenaa muslim bukhari wuxuu ku soo saareen ala sabil al intiqaa ay ku soo saareen marka la yadurru waxa kale oo lamida riwayatu zuhair an abi ishaq hadi zuhair xadiithka uu ka qaaday xiim sa'id al qattan yahya ibn sa'id al qattan an zuhair an abi ishaq hadaytana aydana waxba dhibaato ma lahanin محايل متى يحيى ابن سعيد القضان وحلقوا يقانا أنه لا يروي عن زهير إلا ما كان عن سماعي عن سماعي أبي إسحاق عن شيوخي تانا مركب واحدة باتا مالهانين حدو في الصحيحين كي يرقى اختلاط كورد عين مختلدين تدا في الصحيحين كو أرقته أما رقى مدلسين تدا كو أرقى في الصحيحين وعن كوريني كل هذا محمور على سبيل الانتقاوة marka markaan sunanta marayna san wala muamaleeyno iyo markaan saxiixinka aan marayna san wala muamaleeyno muxtalidiinta iyo mudallisiinta waa kala labo marka culimada saahubisay qala wuxuu raa abu ishaaq as-sabi'i hadathana sulayman ibn suradin surad ibn al-jawni sahabiyun jaliilun radiyallahu ta'ala anhu an jubayr ibn mut'im annahum sahabati annahum anna ba'da sahabati radiyallahu ta'ala anhum dhakaru 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa hiya ka sheekaysteen al-ghusl amra al-ghusl qabayskii arintiisii sida loo qabaysanayo bay saxaabada rakamiduhu qaar kamida naragtiisa uga sheekaysteen riwaayatu muslim biba waxay leedahay wafdi reer bani thaqifaha nabiga u yimid markaas waxayna rasuulka ilaahayow inna ardana ardu bari ardun baridatun fa kayfa bil qusli dhulkayna wuu qabow yahaysan uu qabaysanaa markaas saxaabadii nimba wax sheegay nabigu markatiisa uu sheegi doonaa insha Allah ta'ala مركة متى ذكروا عند رسول الله القصلى من الجنابة لقى قبيس فقال مك رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم أما أنا أنيك ميا تاسي وحيت سني سهرك أنك كهر يبا وحشيغي مركة وحاوي وتفصيل وحونا نبيه أتك وانا توكيد نمو كجريا مركة معنيه دو حاويا بعض القوم بان رقو حيدهن أنا قصيدا سياسا كل ليس ميلها أنا ساساسا سميلها باب ليد مركة سنبي حورا أما أنا أنيك ميا سيدا وركن يهنا وحا عدينا روايه مسلم وبيهقي والبيهقي والنسائي ووحو لي جبير تماروا في الغسل بكمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاغسل راسي كذا وكذا بركاس النبي وحور اما انا انغميا فافيد على راسي مدحي ايان الماء به كشبيا ثلاثا صدح مربان به مدح كشبيا واشار النبي صوبن بيديه لبدي سقعمود كلتيهما لبد بوا اشاري بمعنى لبد بقعمود وسا اسكو يلا بان بيها كو قادي لها مركاس صدح مربان مدح كشب لو النبي صلى الله عليه وسلم
صدح مربان كسبه لا يور وحي كسو هارا كدبان جسد كالدنا أن بيها كالقارسين لها ساسو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمركة وحالة قادنا يا مدح نقديسا إلا التثليثي وانا متفق عليه جسد كالنا استقال لغو قياس قاتاه اسنوى التثليثين يا واي اسنوى التثليثين يا حديث متفق عليه واي بيها صدح إنيهين بسن أغاني لابد قعمان لغو سوقاتي ماذا حمل لك الهر مرينا يا او يمين ايو متانه ايو بدح ما لوك لقاضي يا مسال لوك لقاضي ما ايو تفصيل كلاوه ونوكينا دون ان شاء الله لكن ماذا حسد دحمر ان لدقواي هرتم حديثك ومتفق عليه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري ثقة ثبت قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك ثقة ثبت عن حنظلة ابن أبي سفيان ثقة حجة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من ثقة تابعنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صوبني وحوها إذا اغتسل من الجنابة مركو كقبي سنيو دعا بشيء شيب ويرن يا نبي شيء قصو من نحو الحلابي ويلك وحلقوا لسا أو كلا ويلك وحلقوا لسا أو كلا أو بياء أي للجي ذا أو النبي ويرى جري مرك الله كاننا فأخذ الماء بيد فأخذ الماء النبي صوبن به بكفيه كقادن يي بكفيه كقادن يي حدي قعمها بيها اللي قلها وحكسي هو الرساء إلا دقو وانا نو إيمان دونتا إن شاء الله ورواة كاروة مختصرة قعمه بو دقاي كدبنا الله بدي قعمه به كقاداني فبدأ النبي صوباني فبدأ أي ابتدأ النبي صوباني وحو بالله بيي بشق رأسه بجانب رأسه مدحي ساشق بجانب كيسو بالله بيي شقيقي على إيماني أي مدقيي حل مرون تبيا قاتو باو النبي قايبتان مدتاكو دقاي ثم بشقه الأيسر أيو هدنا النبي صوبان بالله بيو كحجين أي مركة اللبات كدبنا ثم أخذ الماء بيو أيو قاضي النبي بكفيه جميعا بوكو قاضي أي غودان فقال أي فصب مركة صوبان النبي صوبان بهما باليدين أما بماء اليدين وحوكو شبي على رأسه مركة كوة الشبي مركة كوبات مدكتو النبي سفيا عن بها أغارسين أي مركة اللبات نبي دحدا مركة سدحان نمد حدا مركة مركة تثليث كأن صامرني واسدا مركة تثليث كأن صامر مركة سدا أمبالو لجيدا حديثك مركة ومتفق عليه حديثك ومتفق عليه حديثك مركة وحونه بنا بياني تثليثك حديثك ورسدا أو يهي كيف يسو مركة بياني يقوم وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ثقة حادث عارف بالرجال والحديث عن زائدة من قدامة الثقفي يوكي ورينيا ثقة صاحب سنة عن صدقة يوسنك السيوري بن سعيد الحنفي الكوفي إن كان ومقبول قال صدقة وحوري حدثنا جميع بن عمير بن ورمي صدوق يخضئ ويتشيع من التابعين عن أحمد غني أحد بني تيم الله ابن ثعلبة قال وحوري جميع دخلت مع أمي وخالتي حال أن كسوغانا يهو يدي إيها بريرتي معيقودة بان وحان أقرولي على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها عائشة إحداهما خويدي إيها بريرتي متك مذا مركا عائشة سؤاشي ووحي تري فقالت في سؤالها وحي كتري كيف السديبات كنت بعد هذين عائشة تصنعون إنات سمينيسا عند الغسل من الجنابة ما حد سمي جرتين قالت مركا عائشة وحي تري كان رسول الله رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قصبني وحوها يتوضأ إنو ويسيسنيو قبل الغسل وضوءه مثل وضوءه بويسيسنيي للصلاة أو ويسيسنيو ووضوء سنوى سنة عند الجمهور ونواجب عند أبي داود وأبي ثور رواية دا مركة وحي نوكي نسا مركة مدح بقيدة إيا التثليث كيف إذا صمرنا وحبكوه ري ويسيس باكسيه الرئيبو ويسيس باكسيه الرئي نبي مركه روا ويسس ينجرب ويتري متى عائشة ولي بطن وحالة قد ريمية وضوء كاملة إنه نبي ويسسنيو لغها دقيد دودنا ولي بأوسن ديبو لغينين رواية ميمونة وحانو إيمان دونتا نبي قنو لغها ديبو لغي جريو لغها ماهنة انتكالة أو كويسي سنجري كدبنا مركه نمركه وقابي السنية إن لغه نغمي جرينو ميسو استاكسي انتكتغنا مركه لغها بيا مري جري marka labada nabi waa ka dhacday inuu taamiyeela markii horena waa ka dhacday inuu lugaha marka dambe uu ku darqabayska ma taqaneyna labada nabi way ka dhacday sallallahu alayhi wa sallam inta marka nabi weesayst thumma kadibna yufidul ma'a
بيه بو نبيغا سوباني على رأسه ثلاث مرات أي نبيغا سوباني بيه مدحا كشبي قابكو أغو شبي حانكو حمبارينا رواية دين كالهدا قاسم من محمد أو متغانه أو ديزا سدح بي إهاد أهي تسانكو حمبارينا إيو رواية مصحوات عنده رواية قاسم وحي إهاد إن الشق الأيمن الشق الأيسر كدبنا سدح مدح الحديثة لما انتس الله دقائه رواية داسان كوحين بارينا سوء لقيا نبيكو وحي ترى عائشة ونحن أنا جميعا ونحن أنا ونفيد على رؤوسنا ألما أبي أيان كشبيني خمسا شن مربان كشبيني وحانا أقو شبين من أجل الطفر ترى عدرات ديسة أيان أنا مدح شن مربيه أقو شبي جف نبي ترى لكن نبو سدح بو كشبي صلى الله عليه وسلم سيمتا نبيه إيقاران أصول الشعر بان شن كشبي جر نبي ترى لكن نقن كان نبي وحوها صلى الله عليه وسلم سدح إنه نبي كشبه حديثكم مركب الله وقيب سير قيب نوا مرفوع قيب نوا موقوف أقو وركع عائشة لذا ونحن نفيد على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر أما الضفر وموقوف على عائشة انت كلاوا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وحان لنا حديثك أي الله علي أو ابن رجب وحو لي نك ليرا جميع قال لغو دقية هي نك ليرا جميع وحو رف قال البخاري فيه نظر ابن عدي وحو رهذا عامة ما يرويه لا يتابع عليه أحد صدق أسقى دب ملحن ومقبول وانا المتابعي نن ليرا على ابن صالح أي متابعي أسنى الجمع كوري إنكستو رواية العلاء أي موقوف تهي وحانا صوصاري أبو نعيم با في كتاب صلاتك صوصاري لكن دار قدن وحور هذا المرفوع أشبه رواية العلاء عن صدقته موقوف كأها وحاك أود بدن بولي هي متى رواية متغانا هي متغانا رواية نك لديه جري صدق عن جميع أو مرفوعة أي كأود بدن بولي مدى على عن صدق عن جميع تاسا كمدى هذا نوت على روايتنا كأود بدن تاسا ديبالها مركة حديث كمركة وحاكسو كان حديث تقدن وحي عدين إيسا نبيه إنه قبلها ديه جري صدح مرئنا مدح بي مريسين أي إذن كفيلا تاسا كلمة موقوف كاهي مركة إي متعنى كهور إيمان إيسا أما جميع إنك ليلة إساقو أحبا دباتا ماله رق غرر ويتوثيقيا بل حسن الترمذي لجميع حديث الجميع كجره إمام الترمذي وتحسيني تاتنا محيكين إيسا مركة وتوثيق ضمني حبا الله وحلق الشيخ لكن وحبا دباتا حديثكم مأهن رق فربضا وإن ضعيفيا حديث كان مركة سيدي سكرادنا سكت عن هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي مصححا له حديث كإن لا تصحيحينا ومثل تحسينينا وحوين ما أهن ما عدا الرواية الموقوفة التي تخالف الروايات الصحيحة الرواية الصحيحة تسخلافيسة لكن أنت مرفوعة وثابت هديحة هل كان أن لغو تحسينين أما لغو تصحيحين وحا رواية أنت مرفوعة وحا كجرة نبيه إنه ويسي سنجري قبل الوضوء إنه مدح بيه صدح مركوشو بجري لبدا حقنبا وثابت في الصحيحين وفي غيرهما صدح مرة بيقول مدح صدق جري أبو داود نفسي باب كان وين وجرت هذا صوم مرة بصمة كتاب كان وين وجرت إذن مركا أنت مرفوعاه وصحيح وأنا صحيح وثابت في مسلم وفي صحيح مسلم وغيره ومتان في البخاري ومسلم وغيرهما أنت مرفوعة خلاف سنة روايتك الصحيحة أنت صامرك ضعف وكسوهرية لكن أنت كلاوة صحيحة وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي ثقة إمام حافظ حاو حدثنا مسدد بن مسرد ثقة حافظ قال لبض وأخبرنا أحمد بن سلمة ثقة عبد عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دل اسم السقار التابعين نبيه من وصف ثقة من التابعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صبنا وحوى إذا اغتسل من الجنابة مركو النبي جنابة ذاك قبيسنا أي إذا أراد الاغتسال بسبب الجنابة مركو النبي دون إنه قبيسته متى جنابة وكقبيس بسبب الجنابة إنه قبيسنا مركو دونه
وحو أها قال سليمان وحو يري سليمان إيا مسدد لبدوبا أو شيخي المصنف بها إسخلاف سنوغو أو لبدو حمد كوري الفاد مكة الغاضية قال سليمان وحوري يبدأ أي يبتدئ نبغ صوباني مركو ربئنا وقبيستوا بلا بيهي فيفرق نبغ صوبانيه بيمينه مدكتيسا أيو نبغ صوباني كشبي بيه على شماله أيو كشبي ساسو حيري ورواية سليمان عن حماد ومسددنا محوري بل مسددنا فيري وقال مسدد أصق في روايته وحو كيري مركو نبيه إذا اغتسل من الجنابة ويوذليه اللفظ قاسي وإذا اغتسل من الجنابة غسل نبيه صوبني يديه أيو دقيي يصب نبيه صوبني الإناء ويلكي أيو ما الإناء إبالو لجيده أيو شبيو على شماله متغني بشماله وكشبي وكقبني ويلك على يده اليمنى أيو نبيه كشبي صلى الله عليه وسلم بقى رواية مسدد أيها حقا توضيح سن الفاظ مسدد إنه قعمها نقو الشيغي هدنا كيفية دي الصفات أو قعمها نقو الشيغي أو إنه بيه بنح دا كسو الشبي وميكتا أو كشبي ساسو الشيغي مركا مجدا مركا والابو قفكو مركا ويل ير سيد إبريقو كلا وحكا شبينا دائما بنح دا لو قبتها مركا سيميكتا لو شبا صوما تر مركا سيدا واي يصب الماء يصب الإناء أي ماء الإناء بشماله أيو كشبي على يده اليمنى ونكش كل متى كدل شبي بمعنى مركا ويل يروى سيد إبريق وكلوى لكن رواية دهورنيك لرسول الله محيئه فيفرق نبغ صوبني صلى الله عليه وسلم بيمينه أيو بيها كشبي على كشبي على شماله أيو كشبي مركا نو كلا وا مركا ويل وين او واسع او حلقه سو غرفيسناي وا مركا مكا ميرتا لو سو قادنيا لاجل متى بينت الاختلاف كديبا مركا بيدخدا لو شوبيا لكن هدي ويل كو عيري ويل يرس ابريق او يهي بيدخدا لو سو قادنيا هو بيدخدا لو شوبيا لباسي مركا ليهين مركا قال مسدد وحوري غسل النبي صبن يديه يو دقي صب الماء اي صب الاناء اي ماء الاناء بوحو كشبي بشماله بو كشبيه على يمين على يده الابناء يو كشبك ابريق بو اسلام مركا ثم اتفقا مركا واسوافقين نكلير سليمان يا مسدد انت ور بس اسو خلاف سنين اذا اغتسل من الجنابه وسوافق صين اننا وحوري سليمان وحوري اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيفرق بيمينه على شماله ماشى مسدد أويري إذا اغتسل من الجنابة يفرق على شماله عفوا إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يصب الماء يصب الإناء على يده اليمنى كذب مركا دلف اسكو وافقين أو حيد هنا ثم تفا ثم تف مطان ثم تفقا سليمان مسدد ويسوافقين فقال مركا وحيرا هدين فيقسل النبي صوبني فرجه أيو دقيي كو كعمها أيو النبي دقضي كدبنا مركزه مذاكرة سنبورا بعد غسل اليدين فيغسل فرجه مركزه اسكوا فخصين وحكدنا بيدنا اسكوا خلافين فيري قال مسدد وحوري بعد قوله هذا فيغسل فرجه مركزه كدب اسكوا مسدد وحوري يفرق الماء به أيو شبيا يو نبغ صوبنا شبيا على شماله أيو كشبيا يفرق الماء أيو نبغ صوبنا محبا كبودنا وصحوة وقال مسدد وحوير وحده أن سليمان وركان لدهن يفرق ماء به أيو شبيي ضبعا بيمينه أيو كشبيي على شماله أيو كشبيي وقرم في غسل فرجه وانا سدس اللي بديحدي شقي به سابا مركا إذا به لقدر سبا مركا ساسا سوري يفرق الماء على شماله وكشبيي وفي أثناء غسل فرجه ويهي وحور مركا مسدد وربما وحال أركا كانت عائشة إنيك سربيبتو في روايتها عن الفرج أي سربيبتو اسم كفرجك إسان تصريحنا مركا غاري كوري ساوري وما دهي سو مركا غاري وساندهين ما تغانه في غسل الفرج أما في يغسل فرجه ما دهي جرين مركا غارو ويسربيبي جرتي الفادة سربيب كان سنفون غاربو نوكين دوناهو رواي وحوله دونا غسل مرافقه بالغين تصوده دنيا مسلمنا وحود هذا ثم صب الماء
على الأداء الذي به بيمينه وقصل عنه شماله أداء أو كما متعنى متعنى كذلك تمركز مركو حوري مرنا مستدد ويا عدي جرت فرجي مرنا ويسربي بجرت وربما كانت عائشة في رواية عن الفرجي أو مركا ولم تصرح إسن عدين بلغ يا بهوري ثم يتوضأ مركو النبي قعمه دغدي متى نبذاكرت هذا لا دغاي كدي بمس النبي سبحانه وحوس مينا ثم يتوضأ النبي سبحانه وضوءه مثل وضوءه بوسي سنيي للصلاة وسي سنة ووضوء السنة عند الجمهور هاي مركو وسي استكدب مركو ثم يدخل يديه لبدي سقعمود أي النبي وحوس قلنا في الإناء ويلك أي النبي قلنا يي هذا مركا دقد أم بحنا ما ذي حبال ورق لها متى الهدو قف وسي استوى بدغي ثم يدخل يديه في الإناء ومتى ويلك أي قلنا يي فيخلل مركز النبي صوباني بأسابعه أيو قلقلين أي مبلولة أيدو ولي بقين بوحو قلين أي شعره في أصول شعره تنتي سجري ديد أيو قلين أي مركز النبي قعمه دغضي يو استنجوذي أو سيستي قعمه قين بو نبي صوباني مدح تنتي مدح قلقلين أي وحنا لو قلقلين أي ليسهل إيصال الماء إليه صدح ذا مرود دنبو نبي كشوب دونه إني متى بيه سيدك دقا أقاران وسنقال الليل بيه كدل بوضينا أي صنع ونمرك دم سيدها لقلين أي فيخلل النبي صوباني وقلقلين أي بأسابعه مبلولة شعره في أصول شعره تنتيسا جريدي دي أيو قلين أي مبلولة إن لقدقو ساسا علماء قار اي كو تغان امام انسنا القاضي امام القاضي ايو القاضي يا ابو طيب ايو ما وردي يا قاضي حسين سداسي ليهين قف قعمه قين مدح انت صدح مر دقن كهر وينو تنت قلقليا ولي بدك انت بدنا اسدر قعمه دي قين وحوي قيان كي با سلك غاري سدا ولا يراه دا مركا قعمه مركا بي لو قاضي با مركا لكن ابن السباق اسو حولي هي اهيو تبانك فرود بمدحا لقلين يبيا ايونا قعنتكو قاضيا ساسو اسو الله مدحا يقرك باللبضب بيا ايو قاضيا سدح ذمرا اصول امتا دنبا انكمدهين لرقي دونا انكمدهين ايو قلين يهو الله رقا قارن وحيله مبلولة بالوجه انت بارده كرام مركا النبي وحساسو نبي يلي جريتنا مركا حتى اذا رأى اي علم النبي سوبني مركو اقادو انه ما ايقي قد أصاب البشرة قبلك إنو أصيبي أي وصل البشرة قبلك إنو جاري وتم والبابا سلك إذا قيان تابت مركو نبيك أقاده أو مسا وحوري واشك الروي حتى إذا رأى نبيك مركو أقاده أنه أنقى البشرة قبلك إنو نذيفي أو ظهري بو نبيك سوباني أفرغ الماء به على رأسه ثلاثا كشبي قابك الله شبينا وقابك غاسم من محمد عائشة وكوريوة ومر بدين على الشباب بدحي مدي كدبنا لو دح شباب فاذا فضل فضله هم بهدي سوهرته وبيه وحسوها وحي كسوهرنا سبها النبي سبحانه فضلدي وحو النبي كشبي عليه على سائر الجسد ايو كشبي وحي سوهر بها كله مدحو مركو دماد كركو مركو النبي كشبي لكن مركو النبي مدح ايو سوغي يا دغه ايو بيه يا متان اني غاران او النبي قد سوغي صلى الله عليه وسلم حديث كان ومتفق عليه دور الشيء حكمانا كجرت وإن أولا قعمه لدق ومرك اللبات إن لو استجود ومرك سدحد وضوء شرعها إن لو سيست ومرك أفراد التمها إن تام بيها لقلين كهر قعمها إن لقلقلي أيقو قوين أما بيها لواي أهي كدبنا ماذا حصدها فان بيها لغشبه إنت صدى ما كجرت وقابك اسمرك إن لو سمى ياهي واصفه وناكسن وصنة قبيسك صنرك أهواي حديثك ومتفق عليه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي بن بحر الباهلي ثقة حافظ قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة قال حدثنا سعيد بن نوهر من أبي عروبة ثقة حافظ عن أبي معشر بوكوري أصغن أبي معشر وزياد بن كليب التميمي ثقة حافظ متقن عن النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة يرسل كثيرا من صغار التابعين عن الأسود بن يزيد النخعي ثقة مكثر فقيه من كبار التابعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيت لك كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم النبي صبنا وحو إذا أراد مركو دوني أن يقتصل من الجنابة إنه كقبيستو بدأ أن يبتدئ النبي صبنا بكفيه أيو بالله بيو فقسله مركا صورت أي قد قيي وانا صامرني كدبنا ثم قسل مناف مرافقه ماشاس عين مهن وغين لا لا بديسني إلا لا بيديسو النبي دقيي مرافق دنا ما أنت وحل لجدا قسل الفرج يا وحي لامد اه اي لو لجدا ملها سنه نبي دقي وا وكنايدي او شيغيو ربما كانت مش ودهي مركو مركا نبي استن جود مرافق دقنا وافاض الماء به ايو مركا نبي سوبني حدنا عليه على المرافق كشبيي او حلو لجدا مركو نبي فرجي يا ماكنتي او دقو كدبو حدنا بي كشبيي نبي مبالغه في الغسل اما في التنظيف سيدا ولا يراها أما وحال جيا بهال ما تحمت عن الرواية ذا إنه تقديم يتأخير كجره وأصل كأوها أفاض الماء هرمري أفاض الماء عليه على المرافق الماء أبي أيوك شبيي وغسلها وانا دقيي مركه هل دقيي نقول إذا مركه دان تمتها هرمري نبيها نبك شبيي وانا دقيي أن دم مرينه حال فعلي إنه هل أرمي إنه قنيسا لكن أنا نوار دقي كدي بودني بيكو دول شوي تامر كم مبالغة في القصلة بقول عدنا لنا مركا أما تقديم تأخير كلا ضبلو معناه فإذا أنقاهما النبي صوبني مركا وظهر اليدين بالغسل ثانيا روادا زيادة كلا وطا محل كمركا ودقو أو الله بدك قعمود أيوه هذا النبي مركا لدقيي فإذا أنقاهما يدين كي مركو النبي الطهيرة بالغسل ثانيا بعد غسل الفرج أي لوجدا بعد الفراق من غسل الفرج مركو كفار وكذب طونا بالله بعد مركو ظهر كذبوا أهوى بهما مسح بهما النبي وحو كتر تري جري إلى حائض دربي بو كتر تري جري تاسيدا ما توزي هذا كلواي زي مدرب بو كترتير يا هدي وحرا إحائي أيجران سي أمتان أقبابي وانا مبالغة في الإنقاء روقفك استجودو لبدا قعمود مركا كدب وإنو دربي أو كحقا أما عرق هذا نكوان معمتان دخاتير توحيدهان سابون هل قد قصماني يوحتص وحقوي هل قد قيدهان لكن إسلام كواغا سو أغا يقول هذا أقادين إن متقن الجرمس ربضن هذه ما حددك متقن صوات كده إتابتان أمي نقران وحكى الجرمس ربضن كعمه صوقة هذه مركا عرضنا وحلو جوي أيضا متقن وفي عن هذه لواينا كل متقن صابون تي وحصوي جريان أهوى بهما أي مسح بهما إلى حائض درب بونا بكم مساي وحل الشجع خير يروب إن لا أستجود وقفكم مركا إلى قاضه ama kaadida iska dhaqo ama weelaaqda iska dhaqo wixii ugu horeeyay ama musqulba la isticmaalo dadku is qariyo markii ugu horeeyay arkaan islaamka ku arkeen waxayna ku arkeen markii islaamka u furtay meesha la yiraahdo isbain way la yaabeen xaarka iska ma dhaqi jiray kaadi sidoo kale musqul in la xifdiyo maba oqoonimba hada markay ka hadlayaan markay weelayaan xadaaradka aan islaamka ka helnay arintaas ka mid ah markaa مركا وكاسا ثم يستقبل مركا ونبي قدربي مركا قعنتي او مريا يستقبل اي من نبي وحو قابلي الوضوء اولو لجيدو نبي وحو قدقلي ويسقط بمركا قدقلي صلى الله عليه وسلم ويسقط كسونا دهوا مركا ويسقط كارلا ميانا ويفيد الماء به ايو نبي صوباني على رأسه ثلاثا هدنا كشبيي رياض مركا زيادة وحي قبتاء مركا قفك استنجودة كده قعمهين للغو كدبنا الدرب أما صابون وحديث قعمها لو غدقو كدب مركا لو ويسيستو كدي هذا متى مدح بيها لو غشب كدبنا مركا صائر الجسد مركا زياده سي حد متر ويدان اي قبطاه حديث كان سند كي سوى صحيح لا غبار فيه وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن ابن سرد أنه ابن شوكر حامة حدثنا الحسن ابن شوكر البغدادي صدوق تفرد به المصنف قال حدثنا هشيم بن بشير لواسدي ثقة طبت كثير التلديس عن عروة الهمداني عروة بن الحارث الهمداني الكوفي ثقة من صغار التابعين قال وحوري حدثنا الشعبي عامر بن شراح الواي ثقة مشهور فقيه فاضل قال وحوري من التابعين قال الشعبي وحوري
قالت عائشة وحيتر لكنه لم يسمع الشعبي من عائشة فهو مرسل كما قاله المنذري غدا عمشان كو يرسل المنذري قالت عائشة وحيتر لئن شئتم هدي أدونيسان لأرينكم وان إذن تسينيا أيها الراغبون في معرفة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة بعد أن يغسل فرجه نمنكي ندكي نان ربا إني أغادان نبي مركو جنابة كقبي سنية محل كي سفرجه أو دغو كدب وحو سمين جيري ندكي نان ربا إني أغادان لأرينكم وان إذن تسينيا وان إذن تسينيا هتر إن تسي كرابا أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صبنك عنتيسي على مديدي أين إذن تسكر بيتري أثر كاسو في الحائد كسوغا حين حال دينا متغناه وأثر كان نبي صبن أوها يقتسل من الجنابة أو كقبي سنة دربي عنتيسي باولي كتار ليتر نبي مركو أو كبحو متاني مذاكرتي سأولغا كدب عنتي دربي أو كرغو جري أبولي كتار ليتر marka dargiina raba marka nabiga janaabada ka qabaysanayo bacda qasli farjihi wuxuu samay jiray inay ogaadaan waxaan bay inta sikraay tir calaamati de rasuulay inta sikraa oo dirbi ku taala wali wixiliga marka ku dhawaa wayahay walis matana waxa la leeyahay marka wa kana athar yadihi sallallahu yadihi sallallahu alayhi wa sallam fil jidar alladhi dallat alayhi aisha radiyallahu ta'ala anha kana mawjuda fi dhalika zaman li qurbi ahdiha فأرادت عائشة أن تريهم وحيربتها وحلق يابا حديث كان مركي الشيطة النبي مركو مذاكرتي سنغا كده يبقى عنه قعميه سو نبي دربيه كتر تري جري أرنتاس بارق غار كشكيين أردا مركي الشيطة بارق غار وحلق يابا إني كتر الدودين مركاسي وحين لا ذهي أرنتي سي أسي أتكيس قعنت النبي أثر كده ينتسك رابايتر لا يشيتم لا أري أنكم حال إنسان أثر يد رسول الله علامة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كاسو في العيد حيث كان حيث مل كان نبي سبحانه يقتصر من الجنابة مصوص نبي خقب سجرة باب أثر كي ولكي الله ترادت كترد سنتين أيضا بعد أن تسينيا مركا رواية أنسان سوشة الإمام المنذر وحول حديث كان ومرسل لم يسمع الشعبي معنا عائشة لكن أبو داود في سؤالات الأجري له نكاسا سؤالات فربدا كقري وحول هذا سمع الشعبي من عائشة تانا مركب حكينيسا أن الحديث الصحيح عند أبي داود لثقة رواته واتسال سنده اللي حديث والبعي لك لما لهي محل وهي سمتان اتسال كام أهيو ساسا مركب الله يا مصنف مركب وقام مصي إساق مركب تيسا موصول بوكي هاي حديثك شواهد نوو ليهي حتى دي ليرا متغانهي شامتان موصول ما دي ليرا ومرسل دي ليرا حديثك شواهد بو ليهي عند أبي داود وحد وحديث متان ميمونة عند البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم حديثك وحكى لك هذا لماي نبي قمرك استنجود كذب قعنت إنه درب قام مريجر بس وكهال ليا قرآن أصمر الحديث عشان كصبر صمه حتى هدي أن لرعى عن طريقة أبي داود سيدا مقطع حديثك أبو داود صحيح وقت سكية وبموصول تهدى أن الله بهن مر بحديثك معنيه سوى صحيح وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد من مسرد البصر المطاني البصري ثقة حافظ قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر ثقة عابد عن الأعمش بوكوري سليمان بن يسار سليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءة من قراء التابعين عن سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثيرا من التابعين عن كريب بوكوري كريب بن أبي مسلم من القرشي من ثقة التابعين قال كريب حول أخبرنا ابن عباس عن خالته ميمونة النوغة والرمي قال وخالته حجر مركة ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا قبيس بان نبيك أولدقاي وفي رواية سببت له وان أشبي وإسكم عنه نبي قبيس بان أولدقاي بتري قبيس كاسو يقتصل به بالغسل وما أغلو لجيداه من الجنابة به بالماء من الجنابة أغو قبيسان أيو قابكم مركو قبيس تشيكي سابيه أشبطي فأكفى النبي صوبني الإناء ويلكي أيو ليحيي على يده اليمنى أيون كل حيي أهي ومركا ميتال وشبايا يلي حنا مركا يسرد يلي حين يسمرك تا مركا وحين أصلا إبريق أي تا مركا دي يسرد اللي حزي على يد اليمنى الغشبة بمعنى إبريق وأفير واي فأكفأ الإناء ويلكي بو نبيغ صوباني بيسراه أو نبيغ كل حيي على يده اليمنى ونبيغ كل حيي مركا كل شبايا أكفأ ليحين إيا الشبط لابد بسلطة
فقسلها مركز النبي سبحانه يمندي مرتين لما مربو دقي بتحدينا ويلا جرتاي أو ثلاثا بو النبي دقي وشك الراوي وشكنا من سليمان سليمان باو حولي طريق قال إمام البخاري تكسر صار حولي لا أدري أذكر ثالثة أم لا مكشكك وسليمان باشكي لا بي دقي نبي لا بو دقي إنه الشيخ سليمان إنه يري يسد حق القرموي مركه النبي قاميه مركه دقي وما أرنت هو بادي ثب صب الماء به ونبي وحوكش على فرجه فغسل فرجه بشماله بوكدقي مكان مدكتنا به شبي ساوو بهذا المكان لو شبيا ثم انت كدب ضرب نبي صوبني وحوكم مسح بيده اليسرى الارض ايوكم مسحي وقعنت لا مباشره محلك مركه ومسح كدبنا حدنا فغسلها ودقي ثم كدب وتمض مض اللغلغضي واستنشق حدنا وصندار صدي وغسل وجه وجهي صدقه وسقطك مركه بالله بي ويديه روايه البخاري وحي كدريسا انتان وغسل راسه اولولجيد ومسحه بالماء ولم يغسل رجليه بل اخرهما كنبغ الى مسح بو ود مركه انت مركه ويسد النبي او غاري او لوغه دينادان مركه اي دمنهين ثب سمل صب الماء به ونبي وحسبن وحكشبي على راسه طبعا ثلاثا بو كشبي قبق او شبنا وروايه قاسم من كخبارينه وباقي جسده جسدك سانت صهرت نبيه وكشبي وبعد تثليثه لمتى للراس بودنا جسد انت كلا كشبي ايغ ولا سدح سدحين انسان سو شيغن انت مركه وسمي كدي ثم تنحى النبي سوباني من مكانه وكدرغي ناحية إلى ناحية أخرى أي مركا أدرغي برتي النبي أو تاغنا ما دام بيه يوحي كل دعين سولغو هرنا أدغي قبيس كدحديس كدغي النبي ميش وكا وريغي مركا وكا وريغنا فقسل رجليه اللبدي سلغوت أي مركا هلكاس كدغ النبي صلى الله عليه وسلم روا دا مركا وحيتو سنيسا استحباب تأخير غسل الرجلين هرنا والله دغي كرا لكن إلا دبدغو سياسا مستعمتا ساسي قبان جمهورتو خلافنا وكجريو لكن لا بد والله سمين كره حديث كان مركه ومتفق عليه قصوين كان ذنب بان في الصحيحين قصونين او مصنف حديثك او راعيه بل فيرها وحي تري مركه عائشه مركه النبي سدا او قبيستاي فناولته النبي صبن وحنو ديبي تري المنديل استراشو ايان وديبي تري النبي فلم ياخذه النبي صبن منديل كي ما او سان قادنن او بها اسا قلجلها ولد رك قربا وحي دهن in biyaha qubayska iyo wuduu alla iska tirtiraahay oo safaleeti ama bahalka la dhihi jiray shubaan iska tirtiraahay waa karaahi raga qaraaqabo li ajli hada hadithi waja'ala nabiga subhana wa huwa gudagalayan fudul ma abihi inu jafayo an jasadi aw ka jafayo saasona biya marka u jafayo tinti iyo madaxi iyo tashadadkiyo ee wanaba ka nabi biya ka jafayay وينفض الماء وجعل وحوق دقل ينفض الماء عن جسده الشريف إمام النووي وحو حديث كان أدل لسدا ما تغانا إن نفضيغ في القسل والوضوء لبذب أو بنايه وهو الأظهر عند المحققين لأجل هذا الحديث نفضيغ وجائز مركة ساسي ترعى إيشا قال وركة وحور نكال سليمان بن مهران با مركة الشاكة كان وحو يري فذكرت ذلك أي خده صلى الله عليه وسلم المنديل إيا ونفضه الماء بيده أي وحن أشياء قبو يري لإبراهيم النخعي إبراهيم وشيخ سليمان واي لغو يقان وأرض سليمان وأرض إبراهيم حور أرنكا سالم ابن هدو كورنا يا سالم ابن أبي الجعد بودا كورنا يا أرنكا سالم أو إشياء ونبغ أنه منديل كي نديدي إنه أسكوك الله جيو نفضنا أو سمي بان إبراهيم أشياء وبركة ورمان إريور قال مرك إبراهيم وحوري كانوا صحابة وحي أهايين لا يرون بالمنديل منديلك بأسا وحد بإنيسا وأركين أن يتنشفوا به سلفك سقوى تابع إبراهيم سلفك وضبع وصحابة سقوى نبو موسان أركين صحابة إن منديلك الله استعماله وحبا لباتا ومارك جرنوري ولكن كانوا وحي أهايين يكرهون العادة إنين عيان أي الاعتياد كعادة كعادة دقشو بعد الوضوء لقى عادة دكتور بين عجرين لكن في بعض الأحوال واستعمال جرين بول لا يرون بالمنديل واركمين استعمال كيسا من منعينين بأسا وحليب واركمين ولكن كانوا وحي أهيان يكرهون إني نعيان وحي نعيين متغناهي العادة أي الاعتياد كعادة دكتور أي نعيين إن عادة لقى دكتور بين عين ساسو يري مركا والله سم والله استعمالك ربو يري قال أبو داود وحو يري مركا قال أبو داود وحو يري
قال مسدد با وحويري أبو داود مسدد وشيخي سيوغو حديث كوري مسدد با وحويري قلت لعبد الله بن داود وحانكو إيري بويري عبد الله بن داود أنا وشيخ مسدد أسقونا أغوه أبو داود وشيخي مسدد وحويري أهيو أبو داود با وحويري شيخي مسددها وحويري شيخي سي عبد الله بن داود وحويري لفظي سهل كان ولكن كانوا يكرهون العادة أيو سي في عن أفهم واي مركز سو سيدا أفهم ولي تسميع وحان إريبو قلت لعبد الله وحان كو إريبو وري هل المراد بهذا يكرهون العادة ما وحلوا لجيدا كانوا وحي أهين سلفكو أما الصحابدو يكرهونه التنشيف بالمنديل منديل إني نعيان للعادة لأجل العادة كعادة كعادة دقة شدرات ديدا يئن لقى عادة دكتو أي النعيين نيا لولجيده كانوا يكرهون العادة سواسو منهم كانوا يكرهونه تنشيفك بالمدين بالمنديل للعادة التي ألفوها في الجاهلية نوال إرادة بقن هروي الجاهلية أي لهايين عادة ستكتد من أي النعيين نيا لولجيده قالت لي عبد الله وحمك إريبوري هل المراد بهذا ما وحى لولجيدا كانوا وحي أهين يكرهون للعادة لأجل عادة النعيين فقال مكاسو عبد الله وحوير إني عادة كان يتنبى لنعي ما لولجيدا كانوا عبد الله وحوير هكذا هو هكذا السداس أدو آتري با هو أجل مراد يهي وحى لنعي إني كعادة دكتان بين نعيين ولكن هذا وجدته لفظيان يكرهون العادة بدون بغير اللام الجارة وان هلبوري في كتابي كتاب كيغا أين هكذا ساؤغ هلي كتابك وحائي وقرن بويري يكرهون العادة وان لام الجر لهين لكن ساسا لولجدا يكرهون للعادة لأجل العادة أي لولجدا ولي هكذا سدا أدو آتريا هو مرادك أو يهي ولكن هذا لفظان العادة وجدته في كتابي يانك هلي هكذا سدا سنو هلا أساق وما تغانهي وحلا ملجار إيسان كجريوان حديث كان سان سوى الشيقني مسلمي بخاري با سوى ساري زيادة لك بوما سوى سارينو شكذا دمكما إيسان سوى داريوان أختي واسك دماغي مركة تنشيفك أقوال فرمضان ما تان الشافعي ذو كل هذا إن ويسقاتك أما قبيسك بيه سلاب دبوا عبادة إن لسك نظيفيو إمام نووي حولي سيدا مستحقك إن لسك ترترين واي وحانا لولو جدا مركز سيدا ليه ومستحب إن لسك ترترين حدي سنجرين باهي اللوقب إن لس إنججيو كخوف بردين حدي مثلا بقفك بركيتا قليسو دو بسبلانك أصابحا ما وسانسك ترترين دي بركيتا قليسو marka soo kale ama xanuunka la uga baqayo way iska tirtiraya haddii san ka baqaynin waa matana waa cibaade athartiidi in la iska tirtirin saasafi ambu imaamu nabu li rahimahu allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala bisawabi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi